مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن الآن في حي الشماسي في المداخل الشرقية لمدينة تعز، والذي تعرض لقصف عنيف من قبل ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح، رغم أننا في سابع أيام الهدنة المعلنة لمفاوضات الكويت. المكان مدمر، المنازل مدمرة، خلفي بالتحديد يقع مسجد الحسين ابن علي. هذا المسجد يتعرض لقصف مستمر من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. أيضا ليس المسجد فقط وإنما جميع المنازل كما تظهر في الصورة مدمرة بشكل كبير بسبب استمرار القصف واستمرار استهدافها من قبل هذه الميليشيات. نرى في الصورة كما نرى الآن المنازل لم تعد لديها جدران أو أسقف أو حتى نوافذ وشبابيك، جميع المنطقة بشكل كامل مدمرة. تتمركز ميليشيا الحوثي وصالح في القصر الجمهوري، هذا الذي يظهر في الصورة هو القصر الجمهوري الذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي وصالح، وتقصف حي الشماسي وتقصف حي الروضة وتقصف العديد من الأحياء السكنية في مدينة تعز حتى أيام الهدنة. بالأمس أكثر من قذيفة سقطت على هذا الحي، وأكثر من ضربة دبابة من مناطق التمركز هنا في هذا القصر الجمهوري، مكان تمركز ميليشيا الحوثي وصالح. هي لا تفرق بين منزل سكني وبين مسجد وبين أحياء مكتظة بالسكان. جولتنا اليوم ستكون داخل المسجد الحسين ابن علي لنرى ماذا حل به من دمار بعد قصفه بالأمس من قبل هذه الميليشيات. لا زال يتعرض للقصف بشكل مستمر من قبل هذه الميليشيات. هذا هو مدخل مسجد الحسين. نحن الآن باتجاه المسجد أو ما تبقى من هذا المسجد. هذا مسجد الحسين. لا تستطيع التحرك في هذا المسجد. الدمار كبير في المسجد كما نرى، تعرض لقصف بالهاونات بمدفعية الدبابات، يتعرض لقصف مستمر. هذه مثلا قذيفة داخل المسجد كما نرى، المكان خطير كون المسجد مرتفع. هذه قذيفة هاون. طبعا نحن الآن في وقت الصلاة. الآن نحن في وقت صلاة الظهر. طبعا لا وجود لمصلين، المصاحف لا زالت سليمة. والمكان خطر. هذه منارة المسجد مدمرة. لم نكن نتوقع هذا الدمار. في هذا المسجد. الشظايا تملأ المسجد، الدمار يملأه من كل مكان. تقصفه ميليشيا الحوثي وصالح من القصر الجمهوري الذي يظهر أمامنا الآن في الصورة. هذا هو القصر الجمهوري، يقصف هذا المسجد بشكل مستمر، يقصف حي الشماسي بشكل مستمر. أيضا معسكر الأمن المركزي يقصفه بشكل مستمر. كما قلنا
نحن الآن في وقت صلاة الظهر، ولا وجود لمصلين، لا وجود حتى لمن يؤدي الصلاة أو يقرأ القرآن في هذا المسجد نظرا لاستمرار استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. لدينا هنا أحد الأهالي يحدثنا عن هذا المسجد. السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا لا يوجد مصلين؟ والله من سبب القصف الكثيف على المكان الحي هذا، وبالذات الجامع هذا. هم الآن يقولون أنه في الناس يعني عاملين يعني ناس متورسين هنا. بيت الله ما حبيجي يضرب من داخل بيت الله. لا يوجد أحد يتمركز. ولا حد داخل الجامع. لا أحد يتمركز. والله ما بوح مخلوق داخل، حتى المصلين يقول لك هربوا، ما بوش من يجي يصلي هنا. طيب لماذا تستهدفوا ميليشيا الحوثي وصالح؟ والله ما أقول لك إلا خير. يعني المرة الأول عادوا شوف الشظايا ذاك هناك حق أمس. هذا حق أمس بالليل. هذا من قصف الأمس. هذا قصف الأمس هذا قصف الأمس. هذا اللي قالوا عندهم يعني هدنة. قالوا له هدنة. حتى أنه يعني ما أقدرش يعني أوصف لك، يعني أنت لو قلت لك بالليل بتقول. متى بالضبط قصف الحي وقصف الأمس؟ من تقريبا من الساعة 11 ونص 11 كذا لا بدوا يشتغلوا. قصف الهونات على المكان. قصف الهونات دي ها. هذا أي مكان قصف غير المسجد؟ قصف في حبة هنا وقع فوق البيت هذا اللي هنا. فجرينا البرامج حق الماء، وحبتين هنا عندنا بالحارة دي بالمكان هذا، يعني كله كثيف، يمكن حق 8 أو 9 هذا بالليل. أمس. هذا أمس بالليل. اسمك أنت عارف. يعني. سنان أحمد هزاع، سنان حميدي. من سكان الحي. من سكان الحي. شكرا جزيلا أخي سنان. كما أوضح هذا المواطن هنا أن أكثر من 9 قذائف رغم الهدنة، نحن في 7 أيام الهدنة، سقطت على المسجد وعلى المباني المجاورة لحي الشماسي. هناك العشرات القتلى والجرحى منذ بدء المواجهات في هذا الحي بالذات، كونه قريب من مناطق ميليشيا الحوثي وصالح. وكما أوضح أيضا لا تتمركز هنا قوات تابعة للمقاومة أو الآن المواطن يحمل بعض الشظايا، هذه شظايا. المكان لا يزال خطيرا، ميليشيا الحوثي وصالح لا تتوقف عن القصف حتى قبل أن نأتي هنا إلى هنا بدقائق، وهي تقصف المكان وتقصف الحي بشكل مستمر. أيضا المنافذ كلها مغلقة، المنافذ مغلقة، لم تقم فتحها ميليشيا الحوثي وصالح حسب اتفاق الهدنة. هذا الطريق بتاع صنعاء كما يظهر في الصورة هو مغلق أيضا، ما تملأه الألغام، الغام زرعتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. كما كانت قد وقعت قبل يومين اتفاقية بين برعاية لجنة التهدئة بين الطرفين، لكن لم تلتزم بها ميليشيا الحوثي وصالح، بل استخدمتها لإعادة الانتشار وإعادة حشد قواتها بشكل مستمر، ولم تلتزم بهذه التهدئة حسب مؤتمر صحفي بالأمس للجنة التهدئة، أعلنت فيها أن ميليشيا الحوثي وصالح هي التي لم تلتزم بالهدنة. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة. كنت أنا معكم هشام الجرادي من داخل مسجد الحسين في حي الشماسي شرق تعز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.